طب احكي انا؟ لا، هنجري على المصدر، علشان دايما زي ما انتم متعودين معانا ان احلام مواطن بيجيب الحقيقه من المصدر عشان ما حدش يزايد في الموضوع. معانا الاستاذ فتحي الاباني، عم محمد الله يرحمه. برحب بيك يا استاذ فتحي. اهلا وسهلا يا فندم. في البدايه طبعا عزائي لحضرتك وللاسره، وربنا يا رب يصبركم. طبعا اكيد الموضوع مؤلم جدا، ولكن انا حابب من خلال القصه يبقى في توعيه ان التفاصيل الاخيره في حياه محمد، الناس كتير زايدت في تفاصيل، لا انتحر وخد حبايه الغله، لا ده ما كانش يقصد، ده كان نفسه يموت يشوف بنته قبل ما ربنا يتوفاه، فبعد كده ربنا يطول في عمره. قصه كده احكيها لنا. الحمد لله على كل شيء، واحنا مسلمين ومقدرين قدر ربنا والحمد لله. محمد كان بني آدم طيب جدا جدا فوق ما تتخيل. تمام. محمد ده يعني تعتبره حاجة طيبة من عند ربنا، اللهم صل على النبي. كان أي حد يقصده في أي شيء يجري له وبيجري في الخير، فإحنا حبينا يعني إن إحنا نجوزه بدري، فجبنا له واحدة واتجوز والحمد لله، وأنجب بنت. كان عشرينات زي ما بيقولوا في العشرينات، وهي برضه صغيره يا استاذ. هو وحيد ابوه. تمام. هو وحيد ابوه، فهو يعني مثلا هي من اول سنه وفي مشاكل في مشاكل في مشاكل. طبعا انت فاهم ان القانون بتاع الاسره ده بيحمي الزوجه. تمام. طيب بيحمي الزوجه، فين الزوج؟ انت بتتكلم كده بعد ما حصل الانفصال، يعني حصل انفصال في القانون. هو لسه ما حصلش انفصال اصلا. طب هو الانفصال، طب ليه بنفكر في القانون والعلاقه الزوجيه قائمه؟ لسه لغايه الان. تمام. انا من اسبوعين بس كنت في القضيه دي، اللي هي كنا طالبين اخر مره قضيه طاعه. طيب انا عاوز اكد حقيقه يا استاذ فتحي، معلش اسمح لي. هو فضل. محمد كان يقصد لما خد حبايه الغله ان هو ينتحر عشان تعب من عدم، لا لا لا، ولا لا هو كان بياخدها بس ان هو يكسب التعاطف؟ لا، محمد مؤمن وعارف ان دول، هو قصده ان هو لما اخد الحبايه كان جايب حبايتين. فهو لما اخد واحده كان عايز ان هو بطنه توجعه او يجي له مغص زي اي حبايه. ليه بقى كان عاوز كده؟ عشان ايه؟ علشان بنته يشوفها. احنا كل كان ميعاد الرؤيه بتاعت محمد الاسبوع الجاي. تمام. الاسبوع الجاي يعني هو عشان يشوف بنته ان هو تعبان، فيقولوا لها لا روح خلي بابا بيشوف البنت باباها فيودوها ليه، وده اللي حصل. بس فهو كان بعد ما خد الحبايه ماشي بالعربيه، كان رايح يوصل اخته، فبطنه وجعته، قعد يرجع وبتاع. فاخته طلبت ابن اخويا الثاني تعالى شوف اسلام، راح يا اسلام شوف. تمام. محمد قال له انت اخد ايه يا محمد؟ في المستشفى علشان الناس يشوفوه مثلا الدكاتره. طب وهو فعلا يا استاذ فتحي قعد يعني عدد ساعات يعاني لغايه اما جت بنته فعلا؟ جداً. ان هو طبعا احنا قلنا ان هو خد بنته في حضنه ونطق الشهاده واستر الهي طلع من الساعه 4 لما للساعه 2 3 بالليل. يعني احنا كل يعني خالص الاعزاء لحضرتك طبعا، واحنا بنقول لكل الساده المشاهدين ان النوعيه دي من الخلافات الاسريه مش مفروض تودينا لفكره ان هو يبقى بيتصرف تصرف حتى لو ده يعني كان ثمنه حياته ما ياخدش باله. خالص الاعزاء اسمح لنا ان شاء الله نكمل مع سيادتك الجزئيه دي بس بشكل اشمل، عشان برضه نوضح للناس حقيقه الموضوع ده، لان انا كنت حابب من خلال احلام مواطن اعزائي المشاهدين اوريك برضه الجزء الاخر من الحقيقه، لان هي دي دايما هتبقى السمه في هذا البرنامج.